يا اختي لا يا اختي، ده انا لو لفيت الدنيا العظيم. كلها ولا ايش يعني، ما ولا انا ايش عارفه ما لاقيش. حبايب قلبي، انا عايزه لايك حلو، لايك جميل، وحشتونا جدا جدا، ربنا يخليكم لينا، وشكرا جدا على الدعوات الحلوه ودعواتك الجميله، وادعوا الاستاذ ياسين بتيسير الحال ان شاء الله، ربنا ييسرها له يا رب. الناس بتخليكم تدعوا لهم عشان بتدعوا من قلبكم زي ما انا قلت لكم، ربنا يخليكم ويقوليكم المثل ان شاء الله، واوعوا تكونوا نسيتوا اللايك. يلا يا حبايب قلبي بقى على الفيديو. السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمه الله الله وبركاته، وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ازيك يا حبيب قلبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعلى وصحبه صحبه اجمعين، صلى على اجمعين، النبي والصلاه على النبي. صلى الله عليه وسلم. تحدي الدين يا رب يعجبكم. وحشتوني جدا 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 جدا، وحشني وحشتونا. التحديات. امال ايه، خسيت انا في الكام يوم اللي المسلمين مش هنا، خسيت خسان حلو كده. وانا كمان خسيت. عايزه اوريكم بس طبق الباذنجان المعتبر ده، بصوا وسخن بقى، يا سلام انا بقى فرحانه انا اكله سخن. شكرا جدا 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 على اللايكات الجميله والكومنتات الحلوه في حق ياسر، ربنا يخليكم لينا. هو بس والله والناس بتقولي ما تفهموش بالتفاصيل، هو اصلا فاهم كل حاجه بالتفاصيل، الله اكبر عليه، هو عارف وفاهم، مش محتاج ان انا اقول له اي حاجه وعارف. ياسين اساسا من النوع اللي هو ممل جدا في اهتمامه بالتفاصيل قوي يعني اكتر قوي. مني انا بزياده قوي. والله فما تقلقوش، انا ما بقولهوش حاجه والله. حتى لما احمد ده وانا فاصله الكاميرا هناك في المستشفى اقول له يا احمد ما تقولش قدام، مثلا ما تكلمش قدامه في الدكتور كذا، ما نتكلمش مثلا كده، ما نعملش كده، فاحنا بنحافظ. بس هو ما شاء الله اكبر عليه، فاهم، مش عبيط هو ولا صغير. فهو فرحان جدا والله باللايكات والكومنتات الجميله، وزعل اللي هو ما عملش الاشاعه اللي ان شاء الله نعملها يوم الثلاث، فان شاء الله باذن الله نعملها يوم الثلاث. طب والحمد لله، بدل ما كنا عملنا له مثلا من غير تخدير ولا حاجه، كان قدر اتحرك الله ولا يحصل له حاجه، حاجه. الحمد لله. هو الدكتور قال ما ينفعش الحركه في ال في الاشاعه في عشان الصبغه، هو بياخد بالصبغه بالزيت. ممكن لا قدر الله تقطع الوريد او حاجه من ده، ربنا ما يوريه لحد يا رب. فقلنا خلاص يبقى الامان، وهو في اليوم ده غلبنا وكل حاجه، بس الحمد لله يلا على كل ده شيء قاعدين نجري وراه. يلا. فربنا يخليكم لينا على دعائكم الحلو. ومعلش انا اسفه جدا جدا جدا، بس انا بطلب منكم الدعاء للناس، عشان الناس والله العظيم تبقى مستنيه الدعاء بتاعكم، عشان انتوا ناس حلوين قوي وبتدعوا الناس فعلا من قلبكم، واللي هو انت والناس بتدعي والله لحد العظيم بتستنى والله. بتدعي لحد انت ما تعرفوش، فانت ولا مستني منه غرض ولا مستني منه اي حاجه، يعني فوالله بتدعي لحد بظهر الغيب يعني بظهر الغيب ما تعرفوش خالص. فليكم بالناس يعني ان ربنا شاء مثلا الله. يشفي فلان، ربنا يشفي يعني ناس كتير ما بدون ده، لام احمد محدش يعرف ام احمد قوي، فواحده حد انت بتدعي لها وانت ما تعرفهاش، فمش مش 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 مستني اي حاجه منها، والدعاء نفسه بتدعي بقلبك كده. ومعلش انا اسفه جدا، اطلب منكم تدعوا لياسين. ياسين ده بقى حد اخته، يعني اخته، معلش اخته بعتت لي على الواتس اللي هو يدعوا لياسين بالزواج ان شاء الله، عشان الموضوع واقف وكده، فانتوا ادعوا له بتسير الحال والزواج ان شاء الله لياسين. ادعوا بنيه اللي هو اسمه ياسين ادعوا لاي بقى. حد اسمه ياسين يا جماعه، عشان هو ياسين ده شكله متصاب. فانا مش الاسم عارفه والله نفسه. ياسين ايه، وهي قالت لي اخويا ياسين. ادعوا له بتيسير الحال عشان الحاجه بتاعته يا رب متوقفه يسر يعني في الحل لكل الجواز، حد. فيا رب ييسر لكم الحال كلكم يا رب. طب معلش طولت عليكم في طولت قوي المقدمه. بردت المحشي. اوعوا بقى تكونوا نسيتوا اللايك، بسم الله حطوا لايك. الرحمن الرحيم. انا هاكل. انا اسفه جدا عشان انا تعبانه والله، وصدري تعبان جدا جدا. وتعبت معانا جدا 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 النهارده وامبارح، يعني هي تعبانه ومش قادره واصرت على المحشي. بسم الله الرحمن الرحيم. محشي. تسلم ايدك. لا مش شبه صراحه، انا ما اديتش عجن البتنجان المره دي، قلت مش هنزله مستوي قوي، هنزله مفلفل ومش حرق قوي. صدرنا تعبان، حلاوته بقى وسخن كده. يا سلام، يعني البتنجان دوت اي حد ياكل منه عادي، مش اللي هو ايه ده العصب بتاع المسلمين المحرق قوي. احنا تعبانين بس عوضتنا بايه؟ بشويه فلفل حلوين كده. جبار. هو الرومي ده مش تبعنا ولا ايه؟ تبعنا. الفلفل مش في التحدي. الفلفل. هجرب كده قرن فلفل. ربنا يستر. ممم
قلتي يا لهوي. قرن فلفل رهيب. بصوا بقى المحشي ده عايز يتدفى. المحشي ده عايز ايه تاكلوه كده وتتدفوا تحت البطانية. الرومي مولع. مش عارفه اقطع رومي. شيلك سلخة؟ شنو مش عارفه اقطعها. ما هو سخن. انا باكله حبة حبة. بص بقى ماشي عامل ازاي. ما قدرتش اشتري حامل محشي كرنب. هفضل الف وضهري واجعني. مش مشكلة كده كده اسمه فلفل. اللي عاوز ياكل فلفل ياكل بقى والصح. الله. بقالك كده ما كناش رومي. سخن مولع. ده مش هينفع. امسكه بقى قدامك. حط المحشي كده اهو. حطه قدامك. انا كده كده خلصت المحشي اهو ان شاء الله. راعي اللي انا تعبانه. انا مراعي. المحشي بتاعك اكتر منك على فكره. انت رايحك تاكوسه. ولا احنا المفروض لايك كبير يعني 5000 لايك قليل على ال على الروم والمحشي. شجعوني. دعيت ما بكسبش. ما شجعش عشان بيطلع علينا انا. انت ما شاء الله خلصت. حاجة بقى واحد يمسك الورك دوت وأكل على السرير. على السرير كمان؟ اه يعني حتى وانت بتاكل على السرير. وانت بتاكل على السرير. انا بقول عشان الغزة على فكرة. والمصحف شاللني النهاردة. مش هبقى يعني مش عايزه احلف لكم حلفان غير الله لا اله الا الله. والله العظيم شالني. ما تعكيش خرابي. يا لهوي عليا من حيات ربنا. يعني انا ما ساعدتش. ثانيه يا سلمى عيب. سلمى كانت بتغسل ايديها. سلمى ما ادركوا ما سلمى. سلمى يعني عيانه لسه واخده حقنه. من الجواب ده ايه؟ لا انا ما كنت عاوزه حاجه ثانيه. بابا انت مش بتحبني؟ الله هو بحبك. تحب بيبس. طب انت ما ينفعش. طب من شويه بصب بيبس وبتقول ايه؟ بابا عاوزنا اسكت؟ قلت لها اه. قلت لها اشرب بيبس. عايزنا اسكت شفتوا؟ لا مش بتحبني لا عايز نسكت وتعملوا فيديو هات حبه بيبس. عيال بتشغل دماغها. وتقول لي ايه مش عايزه نتكلم وانا في الفيديو. هاتيلي ناسي.
يعني هي عارفه ان هي كلامها بيضايق. الرومي جميل جميل تحفه. الرومي عشان اللي جايبه، عشان طبعا المسامير اللي عاملاه. بص بص البصه، بص البصه، ووقف معايا عند الراجل وشلت كام شنطه، وكان هيودينا في داهيه اليوم ده، حياة ربنا. والله كان هيودينا في داهيه. نسي الدوسيه في التوك توك، الدوسيه اللي فيه كل حاجه عن ياسين، التحاليل والاشاعات والروجيتا اللي احنا كاشفين بيها كان في نفس اليوم، والتحاليل اللي احنا عاملينها كان في نفس اليوم اللي هو تحليل. اكمل لكم معلش قطعنا. بصوا يا جماعه لما بنقطع اعرفوا اللي بيبقى في نصيبه ورا الفيديو. في حاجه كده بنعملها ورا الفيديو. زي سلمى ما طلعت لي دلوقتي وقعت كل حاجه عادي كده يعني. هما بتطلع لازم كلهم يطلعوا ورا. اكملكم بقى الحكايه. الدوسي ده اللي فيه كل حاجه ماشي. بعدين احنا ايه نزلنا التوك توك، التوك توك مشي واحنا بنلف كده ماشيين. هو الدوسي معاك؟ قلت له لا، هو كان ماسكه داخل بيه. الدوسي معاك؟ قلت له لا، في التوك توك. انا هركب التوك، راح ركب التوك توك. انا نطيت في توك توك ماشي. التوك توك ماشي خلاص. اصل احنا لو كنا نسيناه ولا كان ضاع كنا هنروح في داهيه، كنا هنعيد ده كله من اول وجديد. لا بس يعني كان ليها حل يعني الحمد لله. بس لا ما إيه؟ كانش هيبقى ليها حل. ليها ليه؟ ليه بقى حل ايه؟ ده احنا كنا هنعيد ده كله من اول وجديد. هجيب النسخ من المعمل والروجيتا اللي احنا كنا بيها ودافعين فلوس الاشاعه معهد ناصر، واخدين وصل بيه، والوصل كان معاهم برضو. ها شفت احنا بنقطع ليه؟ مش استنى دي هتلاقيها ناسية يا سمين. خد الحتة دي يا قط. هتلاقيها يا سمين ناسية. ناسية ولا فاكرة؟ المهم راح ايه قال لي خليكي انت بقى. قلت له انا هقعد معاك، انا اقف اعمل ايه؟ قال لي خليكي يمكن بتاع التوك توك يجيب الورق. ده الذكاء بقى. هي بقى ده هو نت في التوك توك ومش استنى انا وياسين. هي شعبطة مش شعبطة. هي ولا اقف هنا دي؟ تقول لي لا انا هاجي معاك. يا بنت هتيجي معايا؟ طب اقف هنا الراجل ان شاء الله يرجع. انا خدت التوك توك وتنتني ايه، وكل ما اقابل توك توك اروح يبص في الكرسي ورا بتاع التوك توك بقى. يا ابن حلال لح دقيقتين كده ثلاثه لقيته جايبها لنفسي. ما احنا ما نزلنا وانا واقفه مكان ما نزلنا، لقيته بيقول لي، لقيته بينادي خدي الدوسيه. قلت له يا لا الحمد لله شكرا ربنا يخليك شكرا والله. نسيت اديله فلوس. المفروض كنت اديته فلوس عشان هو رجع لي، بس انا من خوفي ولهوتي بقى ومضايقه مش عارفه افكر. شوف والله العظيم كل يوم ياسين ياسين وقفت الضحك كان بيتريق عليا. بيقول لي يا بابا ده ماما. الراجل كل شويه اقول لها ايه؟ هي كلمتني في التليفون اول مره ايه، فبقول لها الراجل جه، قالت لا مفيش يا دوب ثلاث دقايق لقيتها بترن عليا بتقول لي الراجل جاب البتاع، فبقول لها لو واقف عندك اديله ايه؟ اديله فلوس. قالت لا ده مش المهم ايه. فقابلت ياسين بقول لها ما تديش فلوس، قالت لي والله ما غفيت دماغي نسيت خالص. الواد ياسين ما شاء الله نبيه، فبيقول لي ما شاء الله الله اكبر عليه. ده انت مديله التليفون جاب لي الناس تلاقى. اه جبتك روحي خليه يجيب لك. خش هتلاقي ماشي، هتلاقي سمير ناس يا سمير خلاص داخل يجيب لك. خد حته الرومي دي معاكي. قلت لها خدي ما رضيتش. مش عايزه ليه؟ طب انا بصوا الجزله دي شايفينها؟ اه استنى بس عشان ما انساه. قول المهم ايه؟ صاروخ ارضي جوي. قول ياسين بيقول لي ايه؟ بقول له ياسين بيقول لي الراجل يا بابا، بيقول لي ماما ايه؟ انا والله رجعت لك من على الكوبري. شكرا والله انا جيت لك من بعيد. ودي دماغ. انا كنت رايح امباب على فكره. شكرا جدا ربنا يخليك. قال لي هو فالواد ياسين بيقول لي يا بابا الراجل بيقول لي ايه؟ آه انا والله كنت هطلع الكوبري. تقول لي والله شكرا معلش تعبناك. انا جاي لك من بعيد. شكرا.
افهم يا ولية. شكرا تعبان. أنا يا سيما قلنا عزيز الضحك. قلت له ايه؟ عمله شكرا ربنا يخليك. قول لي ده كنت رايح امبابة شكرا ربنا يخليك. ده كنت هتدور عليه مش هتلاقوني شكرا ربنا يخليك. يخرب بيت كده يا شيخ اتلحلح شوية اديله أي حاجة. وأنا مش في دماغي والله العظيم كنت اديته أي فلوس يعني. ومت على نفسي من الضحك بقى بعد ما جينا. ياسين بقى ياسين بيقول لي مت على نفسي من الضحك. بقول له يا ست بقول لها يا ست كنت تدي الراجل أي حاجة. قالت لي ما جاش في دماغي. فالواد ياسين ايه قال لي الراجل عمل لي ايه؟ انا قلت لا دي كوبري. الله يخليك يا ست الله يخليني يخليني بس خلصي. وفي الاخر ما اديتلوش حاجه صدق تخيلت والله العظيم بجد اتضايقت قوي اتضايقت بجد اتضايقت ازاي ما جاش في دماغي بس انا والله كنت هنقابله ان شاء الله هنقابله احنا رايحين المره الجايه. البيزو طعمه جميل تعبانه وصدري تعبان. طب ما انت بتاكليه المفروض اللي هو يسامحني لان انا والله العظيم بجد مش قادره اقول لكم انا ما بعرفش اخد نفسي. هي بصراحه ربنا تستاهل الواحد يسامحها فانا هسامحها وخليها تاكل ده خالص. انا مستاهل قوي. انا عارفه متغاظ مني مستاهل قوي. لا من ناحيه متغاظ متغاظ والله وانا هفرقع متغاظ فرساني فرساني الولية دي انا برضو. ها انت فرقت. لا يا اختي ده انا لو لقيت الدنيا كلها ولا ايش يعني ما انا عارفه ما لقيش ربعك انا عارفه بتقول ايه ولا نصك من عصبة. يلا انا مش هينفع استحالة تهون عليا ان انا اعمل فيها عقب النهاردة بعد الفيديو ان شاء الله ان شاء الله. والله العظيم يا عايز اقول لكم اللي هو عامل فيا عقاب من ساعة ما صحي الصبح لحد دلوقتي وهو عامل فيا عقاب. بصوا افترة اعوذ بالله اعوذ بالله. يا رب يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش في الاشتراك واللايك. ان شاء الله نرجع لكم اقوى باذن الله اقوى ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. لكن كنا كله احمد كان هوت الطبق بتاعه وانا كلت بس فاضل ايه 4 صوابع بس وكلت 4 فلفل وكلت الرومي واحمد كان الرومي كده يعني ضبطنا الدنيا اتعشينا والحمد لله. سلمى خليكي يا سلمى ما تفهاش في الاخر. لا طب انت معلش سامحونا لو كنا النهارده ما عملناش عقاب بس والله زي ما انتوا شايفينها تعبانه عشان تعرفوا قلبي الطيب قلب حنين كرش كبير قوي. يلا يا حبايب قلبي حطوا لنا لايك حلو لايك جميل ربنا يخليكم ليا شكرا جدا على كلامكم الحلو ودعواتكم الحلوه. 100000 مضايقنا قوي يا جدعان فين ال 100000؟ مش هنتكلم عن مش عايزين ال 100000 خليكم مش عايزينهم طالما انتوا كده مش عايزين. لا انا الحمد لله خير فيما اختار الله الحمد لله احنا راضيين. يلا حط لنا بس لايكات حلوه ولايكات جميله كده وكومنتات وعلى قد وبصوا بقى ان شاء الله تلاقوا فيديو حلو تحدي كده فطار كده انا والاولاد واحمد على اشتراف المطبخ سيبولكم في اول تعليم مثبت وادعوا الاستاذ ياسين بقى ربنا ييسر له حاله يا رب ويتزوج ان شاء الله. يلا بقى عشان العشاء الدنيا. يلا حبايب قلبي كل سنه وانتم طيبين. خبط السلام عليكم.